فوبيا الخطيب على التراشق على كفونا الكلام. والله العظيم ثلاثة أنا بيجي لي وقت ناس تقعد تقول لك يا ريتكم موجودين، قلت له الحمد لله إن إحنا مش موجودين، ما كناش هنقدر نعمل اللي عملته القناة دي في الدفاع عن النادي الأهلي. عن النادي الأهلي. أمال إيه وإبراء صحته؟ ده كل الحلال والحرام اتوضح خلاص. صحيح. أنت الصور كلها اللي جبتها ها؟ هتجد ليها بقى كلامهم هم بيقولوا ده كلامهم هم بيتكلموا على الأهلي. اتهاماتهم للأهلي. طب شوفوا بقى كلامهم عن الزمالك، انت جايبه ولا مش جايبه؟ طب عايزين نشوف ده.